مستمرين بصباحنا لليوم، ورح نحكي طبعا عن الإبداع والاختراع ومشاريع مهمة طبعا رح نتعرف عليها. وأحد المشاريع اللي رح نتعرف عليه اليوم وهو من اللي كان ضمن معرض كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية بجامعة دمشق، وهي فكرة ومشروع لتحسين الكفاءة الأيروديناميكية لجناح الطائرة باستخدام شبكة الجنيحات، يلي رح نتعرف على الهدف منه وآلية تنفيذه وفكرة المشروع بشكل أوسع مع الدكتور خلدون ديب المشرف على المشروع، وعلياء محمد طالبة المشاركة بتنفيذ المشروع مهندسة أيضا. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير، يسعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية. يسعد صباحكم. بالبداية خلينا نبلش معك دكتور خلدون، خلينا نحكي عن تحسين الكفاءة الأيروديناميكية، شو هي؟ يعني إذا في كتير من الناس لما تسمع هي الكلمة بدها توقف عندها، وكيف تحسين كفاءتها لما نحكي عن الطائرات، لأنه أساساً هي اختصاص، فنفصل شوي ونبسط للناس أكثر. طبعاً صباح الخير جميعاً. طبعاً بداية توجه بالشكر للأستاذ الدكتور رئيس جامعة دمشق والأستاذ الدكتور عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية وأعضاء الهيئة التدريسية، جميعاً نوجه لهم تحية جميعاً على الدعم الكبير للبحث العلمي ولتطوير المشاريع والتميز بهذا الموضوع. هلأ بالنسبة لمشروعنا نحن كفكرة أو ككلمة خلينا ننطلق منها، هو علم الأيروديناميك. الأيروديناميك هو علم اللي بيعنى بدراسة القوى اللي بتأثر على أي شيء بتحرك بالهواء. اي شيء بيتحرك بالهواء، ومعروف نحن اي جسم بيتحرك بالهواء بيتعرض لمجموعه قوى. صحيح. قوى الرفع، الوزن، وقوى الدفع اللي بتخلي هذا الجسم يتحرك، وقوى المقاومه. طبعا الاهم شيء نحن اثناء الدراسه انه نسلط الضوء على قوى المقاومه او قوى الجر، اللي هي ممكن تعيق الحركه او ما تخلي في عندي اداء اثناء الحركه بشكل فعال اكبر. من هون انطلقت فكرتنا. طبعا الشيء الموجود سابقا يلي نحن انطلقنا منه انه دائما كل شركات الطيران في العالم بتحاول انه تطور صناعه الطيران بهدف الوصول لافضل اداء ايروديناميكي، وبالنهايه هذا الشيء بنعكس تقنيا كتطور وبنعكس كاقتصاديا كتوفير وقود. نحن اتجهنا لعلم اسمه علم البيونيك التقني. علم البيونيك التقني هو علم الاستفادة من الظواهر الطبيعية الموجودة بالطبيعة، إن كان بالطيور وإن كان بالحيوانات، بحيث نقدر ناخذ فكرة موجودة بالطبيعة ونقدر نطبقها بتطوير فكرة علمية معينة. من هون نحن أخذنا شبكة الريش أو الريش الطرفية الموجودة عند الطيور الجارحة، أخذناها وقدرنا نحن نحاول نعمل تجارب عليها لنطبقها، هل هي ممكن تعمل لي منعكس ومردود أفضل في حال تطبيقها على نهاية جناح طائرة. بهذه الطريقة نحن اشتغلنا عليها. طبعا عملنا تجارب حاسوبية، عملنا تجارب مخبرية باستخدام نفق هوائي بمركز اختبارات، ووصلنا لنتائج كتير منيحة على أرض الواقع. طبعا عملنا نموذج مصغر، نحن بنطمح مستقبلا انه يصير في عنا صناعه للطيران ونقدر نصنع ونطبق هي الفكره على جناح بشكل حقيقي. نعم. بابعاده الحقيقيه. بالنهايه نحن وصلنا لمجموعه من النتائج المهمه جدا. طبعا قوى المقاومه اللي هي حكينا عنها بالبدايه اللي هي بتعيق الحركه او بتسبب اعاقه بالحركه، طبعا نحن قدرنا نخففها، وبالتالي انعكس هذا الشيء طبعا تخفيف بنسبه 15-20% من القيمة الأساسية قبل إضافة هي الشبكة، شبكة الجنيحات، بالإضافة بالتالي انعكس هذا الشيء على المردود الأيروديناميكي بهي الزيادة. طبعا هذا الشيء كمان بيسبب لي زيادة باستقرار الحركة أثناء الطيران، أثناء حركة الطائرة، وتخفيف الضجيج وحماية مرابط وصل المحركات مع الجناح. طبعا هذا من الناحية التقنية خلينا نحكي، أو من الناحية الهندسية. طبعا أي مشروع حتى يفترض يكون ناجح أو نحكي فيه يفترض يكون له منعكس اقتصادي. المنعكس الاقتصادي اللي لقينا فيه نحن بعد ما جربنا هاي الآلية وطبقناها على جناح النموذج الجناح الطائرة، وقدرنا نربطها مع برامج حاسوبية واشتغلنا بمعادلات رياضية كتير صراحة، قدرنا نوصل لتقليل أو تخفيض بمعدل استهلاك الوقود ضمن نسبة مئوية معينة. تخفيض استهلاك الوقود طبعا بيتبع هذا الشيء لنوع المحرك يلي موجود، طبعا تتراوح النسبة 5-7% حسب نوع المحرك الموجود. أكيد. يعني الدكتور أعطانا شرح وافي وكافي عليا، ولكن خلينا نحكي عن التفاصيل. يعني اليوم أي شاب بيكون بمكانك مهندس وبده يقدم مشروع تخرج أو يقدم فكرة بيدرس كتير أبعاد، إنه هي قديش ممكن تبين مهارتنا العلمية
وقديش أنا ممكن يكون متوافق مع الحاجة اللي موجودة حالياً. والفكرة أساساً إجت من الطبيعة، مثل ما قلنا نحن دائماً المهندس المبدع بالعالم هو الخالق عز وجل، اللي كل يوم نكتشف قديش في حلول بالطبيعة هي موجودة بس نحن مو منتبهين عليها كبشر، عم نرجع نعيدها بالتكنولوجيا. خلينا نحكي عن هي الفكرة اللي بلشتي تشتغلي عليها وتفاصيلك الخاصة. الدكتور حكى لنا هيك تفاصيل علمية، تفضلي. تمام. هلا بداية كانت فكرة المشروع مثل ما ذكر الدكتور انه هي استلهام من الطبيعة. بالأساس كان الهدف او بالأحرى الطموح انه نحن نطلع بفكرة مميزة تاخذ صدى. يعني نحن لما ينحكى انه شو هذا المشروع يكون اسمه رنان، يعني ياخذ تأثيره بالمحيط اللي حواليه. فعلم الطيران يعني بحد ذاته هو شيء كثير مميز، وخصوصا عندنا بالجامعه بتلاقي يعني اغلب الطلاب مثلا بتحاول ترتاح شوي. صحيح. ما اعذب حالي بكثير انا يعني فكره معقده. فبهدف التميز اتجهنا لعلم الطيران. كان في كثير افكار طبعا، جربنا كثير نماذج، يعني نحن لحتى نوصل للغاية الأساسية، أي مشروع لحتى يكون مشروع ناجح أنا بدي إياه يكون بحقق لي جدوى اقتصادية منيحة وقابل للتطبيق. تماماً وقابل للتطبيق. أنا فالتجربة كانت بأنه نحن عم نتحدى هذا الواقع إذا بدنا نقول، لحتى أنا لاقي شيء بقدر إني أطبقه، شيء منطقي يعني إنه العقل بيقبله شوي، تمام، وبنفس الوقت هو يكون شيء مميز. هيك يعني بلشت الفكرة. هاي نقطة كتير مهمة حكيتي عنها، بدنا نسألك عنها الدكتور خلدون. لما فعليا أنا نفذ مشروع بهي الأهمية له جدوى اقتصادية ويواكب الواقع، يعني نحن بنشوف كتير من الأفكار والقدرات والمهارات عند خريجي الطلاب بس فعليا ما بتتم دعمها او احيانا ما بتكون بتناسب الواقع. يعني احنا بحاله حرب، عشنا 10 سنوات من الحرب. لما نحكي عن دعم طياره او تطوير طياره ضمن اساسا العقوبات الاقتصاديه، وانت كمخترع او كحابب تعمل مشروع تقدر تلاقي حلول، يعني كمان هي متعبة. يعني هي التفاصيل يمكن كتير من الناس ما بتعرفها، انه مثلا انت بدك تطور الطيارة ضمن جدوى اقتصادية، واهم نقطة انه كمان بتوفر وقود، يعني بما انه نحن كمان، وبنفس الوقت القطع اللي انت بدك تستخدمها، يعني انت عندك عقوبات اساسا ما فيك يعني ما فيك تفوت اي قطع على البلد، بدك تلاقي شيء بديل. فهون فعلا تحية لكل الطلاب اللي عندهم مشاريع فعلا عم تواكب هي الواقع، وكيف عم يتم فعليا تنفيذها. طبعا كلامك صحيح، نحن الحرب اللي عشناها والازمه كانت نوعا ما طبعا هي الافكار، يعني بدك تعتبر للتطوير العلمي. طبعا هي ما ثبطت هممنا الحمد لله، وظلينا احنا مواكبين يعني بهذا الموضوع. طبعا مثل ما حكيتي موضوع العقوبات جائره على سوريا ممكن تعيق. صحيح. الصناعه، تعيق توفر القطع، الامور هي كلها. نحن بنطمح يصير في صناعة ضمن مصانع أو ورشات لتصنيع هاي الفكرة. وطبعا نحن هلأ مقبلين إن شاء الله كفريق عمل مع المهندسة عليا، وفي مهندس حيدر رمية طبعا بوجه له الشكر لأنه هو كان من ضمن الفريق. نصبح عليه ونقول له يعطيكم العافية. الله يعطيه ألف عافية. نحن هلأ عم نجهز لفكرة جديدة إن شاء الله، أنه نحاول نشوف آلية التطبيق اللي طبقناها نحن على جناح الطائرة، هل ممكن تطبيقها على ريشة عنف ريحية؟ لأنه نحن طبعاً العنف الريحية هي مصدر للطاقة الكهربائية. ريشة العنف الريحية لا تختلف بشكل كبير عن جناح الطائرة. طبعاً طبعاً إذا بدي فوت بالناحية نواحي التقنية العميقة، أنا بس بدي اختصرها أنه عندي طبعاً اختلاف السرعة، أكيد في عندي أنا اختلاف السرعة ما بين الطيران وما بين دوران عنف الريحية عم تولد لي كهرباء. النقطة الثانية عندي أنا عامل الدوران، لأنه العنف الريحية في حالة دوران، أما عندي جناح الطائرة في حالة ثبات أو استقرارية. ولكن كمردود أيروديناميكي عم نحكي عنه ومنعكس اقتصادي، يعني الحركة مردود الحركة، تمام. الإضافة إضافة شبكة الجناحات اللي هي مستلهمة مثل ما حكينا من الريش الطرفية للطيور الجارحة، وطبعا ضمن وضعيات وزوايا معينة. هاي نحن رح نحاول هلأ نشتغل بمشروع جديد إن شاء الله نطبقها على نهايات ريش العنفات الريحية. طبعا ومع أخذ بعين الاعتبار عامل الدوران اللي حكينا عنه، وقياس المردود الايروديناميكي يلي طبعا بده ينعكس على الاداء الطاقي. صحيح. يلي نحن بدنا نشوف، بدنا نعمل عمليه قياس قبل اضافه هي الشبكه ونشوف مقدار الطاقه الكهربائيه المتولده و
نشوف شو صار في عندي إضافة بالطاقة الكهربائية بعد إضافة هي التقنية. حلو، ويمكن هذا الشيء اللي دائما نحن بنسأل عنه. اليوم المشروع ما يضل بس هو فكرة موجودة ضمن الكلية أو ضمن مشروع تخرج، لا، أنه نحن نكون للمستقبل، ونتمنى أكيد التعاون من كل الجهات مع أي مشروع قابل للتطبيق ضمن الإمكانيات. بالختام كلمة بتحبي توجهيها عن هذا مشروعك وأكيد مشروع زميلك معك، شو تحبي تقولي بختام؟ أول شيء شكرا كثير لكم على هالإضاءة جدا رائعة. شكرا كثير لزميلي المهندس حيدر رمية يلي عملنا كان فريق متكامل، والحمد لله وصلنا لهون. شكرا الكبير الشكر للدكتور خلدون كمان، لولا ما كنا وصلنا لهون. وللشباب المقبل اللي بده ان شاء الله ان شاء الله، بس ما نقول ما فيني، بس انا حاول واشتغل واكيد بقدر. أكيد. يعني أكيد نحن سعيدين بوجودك وبوجودكم معنا، من نوجه تحية لكل الطلاب السوريين، لأنه فعلا دائما نضيء بصباح رحلتنا الصباحية على مهارات وقدرات عند الشباب نتفاجأ فيها صدقا، والله يقويكم، وإن شاء الله فعليا نستضيفك بمشروع آخر كمان تعملي لنا حالة زهور وسعيدين فيها. نتشكرك أكيد علي محمد والدكتور خلدون ديب على وجودكم معنا. شكرا لكم وموفقين ومستمرين أكيد دائما برعاية الطلاب وإبداعاتهم اللي هي بالنهاية الهدف منها فائدة المجتمع. أكيد. شكرا. الله يعطيكم العافية. شكرا لكم. شكرا لكم.